مريم قلبت قلبت، سمعين صوتها شمت ريحة على الوقت. بحس حالي بشم مخدرات او حاجه زي هذه، انا اسف مش قصدي والله العظيم اي حاجه، بس موقف رهيب. يا بابا يا بابا هذا الي انا، خذي ها يا جماعه عشان العدل زي ما انتم شايفين. طبعا انا جهزت الاكل، انت الك هذا وانا الي هذا. استنى اوقع اوقع والله العظيم اوقع. ها لو انت لاحظته خلينا اطعميها واشوف. بابا يا بابا خذي ها هاي اكلتني انا. طبعا الله يعطيكم الف الف عافيه اصدقائي. السلام عليكم ورحمه الله. طبعا اصدقائي اخوكم سعيد من شمال قطاع غزه. طبعا احنا بنسجل هذه الفيديوهات على اساس يصير في دعم على القناه وعلى اساس نقدر نعيش في اجواء الحرب الحاليه اللي موجوده حاليا. المهم احنا خلينا في الاهم والشيء اللذيذ والزاكي. طبعا يا جماعه انا راح اعمل علبه الكسترا اللي انت شايفها. علبه الكسترا هذه حاليا من 40 ل 60 شيكل بتنباع، تمام؟ 60 شيكل يعني حوالي من 10 ل 12 15 دولار. فبينه وبينكو انا لازم اعملها. والاهم من هذا كمان البطن هذول، راح اعمل البطن هذول مع العلبه هذه، راح اخبطهم مع بعض اكعبلهم على اساس اعمل اكله لذيذه وزاكيه بالصلاه على النبي. طبعا الاشي فانتاستيك، اشي بجنن يابا. بتعرف شو اشي بجنن؟ اشي بيهبل هبل زي ما انتم شايفين. بيضه دول العشرة شيكل حق البيضه يا جماعه، انتوا مش مستوعبين الموقف. حق كرتونتين البيضه، اقسم بالله حتى يعني حق 60 بيضه البيضه الواحده. فتخيل تخيل اللي احنا فيه. فانا غصب عني لازم احافظ على البيضات هدول واخذ بالي عليهم، خايف الطق، خايف يصير فيها اي خلل. ولازم الغالي للغالي صراحه، انا مستعد للاشي هذا. طيب خلينا اولع النار قبل اي حاجه، لانه والله العظيم الاكله هذه بتجنن بالصلاه على النبي. بسم الله. طبعا هذا اللي انتم شايفينه هو الغاز تبعنا يا جماعه، وهي القداحه، تمام؟ بسم الله. طبعا انا خلاص لعبته على هيك بكفى على قد هيك. بدي اجي وبدي اضوي يا سيدي العزيز. خلينا نمسكها باليمين بالصلاه على النبي. ايوه يلا يا بابا. بضطر هالوقت يا جماعه انه انا اقطع من النايلون اللي انتم شايفينه هذا. طبعا هذا النايلون احنا بنستغله على النار، بس كيف يعني زي جبهه اللي يولع الحطب نفسه، تمام؟ طبعا هذا طفت لانه بدها نايلون، بدها شيء برضه اللي يشعلها لهذا لحاله على الفاضي. خلينا احط هذه. طبعا زي ما انتم شايفين بدات الدنيا تلعب. خلص مش محتاج انا اكثر من هيك. الفكره انه لازم احاول اولعها وبس. بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه انا خلاص هيك تقريبا ولعتها، تمام؟ بس كيف بحاول انا احط الهدا عشان ادق هدق، بس هاي الفكره. وحطبتين من الخفاف هدول. يلا يا ولد ابوي. سامعك يا مريم؟ بابا بتحبيني؟ بابا بابا ولميمي بتحبيني يا بابا؟ انا سيسو. طبعا يا جماعة الأكلة هذه خطيرة، أنا عازم مريم فيها. طبعا مريم لازم تاكل منها، أنا عندي بقى أصور مريم وزوجتي أنا بعتها عندها إلى هيك هيك. الحمد لله تعالى. تعالى. طب واللي خلف الكواليس؟ ها؟ واللي خلف الكواليس مين؟ ما فيش خلف الكواليس. طبعا حطينا قلاية يا جماعة. طبعا السيرج أنا مش راح أحط سيرج جديد 100%، هو معاد استخدام لكن جيد للاستخدام، صالح للاستخدام، لانه جنية السيرج حاليا 80 شيكل حقها. صح بابا؟ سامعك انا يا مريم. طبعا لاحظتوا يا جماعة هذا هو السيرج. طبعا لو لاحظتوا يا جماعة نتفة صغيرة بس انا اللي حطيتها او المعني فيها اساسا. وهالوقت يا جماعة بدي اجي بدي احاول استخدم اللي هو البصل. طبعا البصل للاسف زي ما انتم شايفين، بدي اجي بدي احط البصل اللي انتم شايفينه. طبعا ما في عندنا غير بتاتا كيلو البصل، مش موجود بصل اساسا في السوق. هاي البصل وهي التومة. التومة هذه برضه رشة صغيرة بدي اكون حذر فيها، تمام؟ زي ما انتم شايفين يا جماعة خلينا احطها طبعا على سيرش كمان. خليني احرك في المعلقة بس هذولا انه ادمجهم مع بعض. مريم بابا يلا يلا يلا. هلو
وقتها جماعة أجا الوضع الخطير. طبعا زي ما انتم شايفين الضنا الغالي، الضنا الغالي سمحنا يا الله حفتحها، مع انه كان نفسي اضبها واحتفظ فيها كتمثال. طبعا لو لاحظتوا يا جماعة انا هيك بفتحها، تمام، هذا المفتاح تبعها، خلاص شدت الدنيا. سامعك انا يا بابا، مش عشانك حلوة يعني خلاص، انا بحتاج. طبعا يا جماعة هنا فتحتها انا بالصلاة على النبي، بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد، سامحني يا الله، تا تا تا، بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. هذه هي الكسترة يا جماعة، تشمها كأنك تأخذ إكسير الحياة. طبعا بدي أجي الوقت أرجع القلاية هذه هنا، زين. طبعا النار بدأت تولع بجد، خليني آجي وأحط هذه اللي أنتم شايفينها هنا. طبعا بدي أحاول أحط، تمام، بسم الله، الله يعين النسوان. للأمانة بابا، طبعا لو لاحظتوا يا جماعة أنا بحاول إن أسيطر على الوضع، الوضع الكلي، مش هخلي فيكي ولا ندفع. طبعا يا جماعة أنا هجيت حطيت العلبة هان، خلينا أحرك هذا كله، تمام. طبعا لو لاحظتوا يا جماعة أنا بدي أحاول أقلل على حسب إمكانيتي وقدرتي، هاي بدأت تطرى معي، تمام؟ مجان بدأت تطرى، يعني الدنيا تبعتنا فخامة، فانتاستيك، فانتاستيك يا أبو الشوش. مريم قاعدة بتقاتل، سامعين صوتها؟ شمت ريحة هالوقت، أنا عارف راح تنافس أبوها هالوقت. سامعك يا بابا! أنت هاي جاييكي أنا. طبعا يا جماعه ريحتها طلعت بتشهي، انا زي ما بقول لك اشي بيعقد، اشي بيجنن. بالصلاه على النبي، ماشي يا بسوس. بعد ما فتحنا العلبه هذه خلينا على البيض، البيضه يا جماعه. طبعا البيضه ها هي هذه، هي كمان البيضه الثانيه. هالوقت تحريك سريع سريع بالصلاه على النبي، زي ما انتم شايفين يا جماعه، زي ما انتم شايفين يا جماعه. هالوقت يا جماعة أنا بدي أحط اللي نتفة فلفل أسمر، تمام؟ لازم ألحق حالي، تمام؟ قبل ما تدوب 100%، أنا بحب عليها الفلفل الأسمر. نقطة صغيرة ملح، زي ما أنتم شايفين يا جماعة هي نتفة ملح. طبعا الأشياء جت بيجي سريع سريع. سامعك؟ مش عارف أنا كيف بدي أوصف لك الإحساس، لكن في النهاية بدي آكل إشي بجنن، إيش بعقد أقسم بالله. إيش يا سيسو، أنا آخر مرة أكلت فيها الكسترة كانت في الحار. طبعاً أهلا فيكم أصدقائي، الحمد لله تعالى يا جماعة الأكلة جاهزة، طبعاً الأكلة طيبة. بحس حالي بشم مخدرات أو حاجة زي هذه، أنا آسف مش قصدي والله العظيم أي حاجة، بس موقف رهيب. يا بابا يا بابا هذا إلي أنا، خذي ها يا جماعة عشان العدل. زي ما أنتم شايفين طبعاً أنا جهزت الأكل، أنت إلك هذا وأنا إلي هذا، انت الك معلقه وانا الي معلقه. انا غلطان يا جماعه، ايس كوفي، ايس كوفي بجد. يا رب سامحني يا الله يا جماعه. بابا انا مش عارف زين. يا بابا حبيبتي بابا. طبعا يا جماعه الله يجزيكم كل خير، هذا كله بسبب الدعم تبعكم من بعد الله بابا. فالحمد لله تعالى، والله يديمها نعمه علينا. بابا خذي يا حبيبتي دوقي. ننا ننا اوجا اوجا، والله العظيم اوجا. اكلت اكلت مريم، بس مش يعجبك وتجي تاكلي كله. طب وانا بسم الله الرحمن الرحيم، اوله واخره بسم الله الرحمن الرحيم، الله يديمها نعمه. طبعا هذا الزيتون يا جماعه زيتون بلدي بابا، هو مسيف شويه. بسبب الحرب اللي قامت، بسبب الوضع. بابا ما تسلميش عليهم. طب سلم عليهم. طب اسمع، طلع علي وقول لهم باي. يلا عشان ديك حاجة في ايدك هذه، يلا يلا يا حلوة، تعالي 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 تعالي، هين دقق عندي تجمعي باي. خذي يا بابا،
يلا طلع عليا اعمل هيك باي. يلا باي. طبعا يا جماعه مريم كان نفسها تعمل لكم باي زي هيك، بس هي شويه مضغوطه جوعانه البنت بشكل مش طبيعي. بابا باي. اي بابا البنت جوعانه وما فيش شيء قد اي كلام، ما حدش يستفزها. ها لو انت لاحظتوا خلينا اطعميها واشوف. بابا اي بابا خذي ها عم. اي 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 اكلتني انا، اكلتني انا. بابا انت اكلت اصبعي. طبعا يا جماعه كل الشكر لكم والاحترام والتقدير، الله يديكم الف الف عافيه. وبنوته الصراحه مبسوطه هالوقت لانه في اكله لذيذه الها وعشانها، الله يديكم العافيه وتحياتي لكم. السلام عليكم. عجبتها الاكله، اقسم بالله عجبتها.